انضم إلينا من الخرطوم محي الدين جبريل مراسل الغد. ما الجديد لديك حول هذه الاحتجاجات؟ إلى أين وصلت إلى الآن؟ سهام، يبدو أن الاحتجاجات في مدينة كريمة قد يعني وصلت إلى مستويات صدام بين المتظاهرين وقوات نظامية. ناشطون نقلوا معلومات عن مقتل متظاهر، ولكن حتى الآن لم يتسنى لنا التأكد من صحة هذه المعلومة، على الأقل من مصدر مستقل، أو حتى الشرطة لم تصدر بيان بهذا الخصوص كما هو معلوم منذ اندلاع هذه الاحتجاجات. ولكن ناشطون يتحدثون عن مقتل ناشط في مدينة كريمة بالولاية الشمالية. في الخرطوم قبل ساعة أو 3 ساعات تقريبا خرجت تظاهرات في عدد من شوارع وسط الخرطوم، ولكن السلطات عملت معها بالقوة وعادت أدراجها أكبرها في ميدان جاكسون، موقف المواصلات الرئيسي في الخرطوم وشارع الحرية الأشهر في وسط الخرطوم، إضافة إلى تحركات بسيطة لطلاب جامعة الخرطوم في شارع الجامعة. في مدينة بربر لا زال الوضع محتقن حسب مصادرنا من هناك، وهي مدينة تقع حوالي 460 كيلومتر شمال العاصمة الخرطوم، حيث لم يشيع حتى الآن جثمان أحد القتلى. هو أول القتلى الذين سقطوا في هذه التظاهرات. اليوم لعل الحصيل الأكبر من العمليات التظاهر الأضرار الناجمة عنها هو كان في مدينة القضارب حوالي 460 كيلو شمال شرق الخرطوم قرب الحدود الإثيوبية. خرج الآلاف في تظاهرات أدت إلى حرق عدد من المقار، كما قتل فيها 2. مصادر تتحدث عن ارتفاع عدد القتلى لأكبر من ذلك، ولكن حتى الآن لم يتسنى لنا التأكد من مصدر مستقل على الأقل حول العدد الحقيقي الذي تداوله النشطاء، وهو حوالي 5 إلى 7 قتلى. لم يتم التأكد، ولكن تحققنا فقط من مقتل 2 كما أعلننا ذلك من قبل. أيضا خرجت تظاهرات قبل ساعتين تقريبا في مدن مدينة كوستي عاصمة ولاية النيل الأبيض على الحدود مع جنوب السودان. بهذا تكون التظاهرات انتشرت في معظم الولايات الشمالية ما عدا إقليم دارفور، حتى الآن لم يشهد تظاهرات بدرجة كبيرة، وإقليم شمال كردفان كانت أمس هنالك مظاهرات في مدينة الخويي. شكرا جزيلا لك محي الدين جبريل مراسل الغد، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم.